النشاط المحلي يأتيكم مباشرة من الشرق نيوز، وتتابعون في العناوين. لكل رهان تحديات، وتحقيق الأهداف يتطلب دون شك تضحيات. من هذا المنطلق شقت قناة الشروق طريقها منذ 10 سنوات لتكون مرآة الجزائر العميقة. البرامج هذه من التاء إلى التاء، يعني من تبسة إلى تلمسان ومن تيزوزو إلى تمرست، تعبر عن طموحات وآمال وآلام الجزائريين كلهم. الشروق بخطوات ثابتة، التحدي راح يكون أكبر والطموح راح يكون أكثر للحفاظ على الريادة. إن شاء الله الكل نساهم في أننا نخلوه يروح بعيد. برؤية بعيدة المدى واستراتيجية إعلامية مدروسة عمادها شبكة مراسلين متمرسين، وضع نصب العين هدف نقل انشغالات ومشاكل المواطنين عبر كل ربوع هذا الوطن المفدى. البداية كانت بتغطية الولايات الكبرى وما جاورها في ظرف وجيز. نصبت القناة نفسها في ريادة المشهد المحلي، كيف لا وهي التي استقطبت الشارع الذي التف حولها إيمانا منه بمهنيتها وحيادها. تعيش بعض العائلات في مغنية تحت تهديد الطرد من منازلها التي اشتروها من أصحابها المستفيدين منها في إطار السكنات الاجتماعية. واقع حال رفع سقف التطلعات وزاد عبء المسؤوليات، فكان لابد بمكان مضاعفة المجهودات لتكتسح بشبكة مراسلين تعدادها 67 أو يزيد كل الولايات، بما فيها الجديدة والمنتدبة. هذه قسنطينة تمد جسرها الثامن للمرور إلى تاريخها العتيق. لكن عدسة المصور زكريا من المشرية لا تعرف المستحيل. حكيم بدران، الأغواط للشروق نيوز. المراسلون هم أبطال الصحافة. فنجحت في التغطية الآنية الاحترافية لكل النشاطات السياسية والاقتصادية، الثقافية والرياضية. أما المحلية منها فكانت نقطة القوة بشهادة الغريب قبل الصديق. رفعت قناة الشروق شعار كن أول من يعلم، فكان المسؤول المركزي والمحلي على حد سواء أول من تصله نداءات وانشغالات المواطنين، فلعبت دورها الإعلامي الحيادي كما ينبغي لتكون سببا رئيسيا في ترحيل عائلات عانت الأمرين إلى سكنات لائقة، وتحقيق حلم ساكنة في التنمية المحلية. نقلت استغاثات مرضى فعولجوا، ونداءات بحث عن ضائعين فوجدوا، وصرخة فلاحين متضررين فأنصفوا. روجت للسياحة الداخلية وعرفت بالموروثات الثقافية الحضارية والتاريخية، كما تركت بصمتها في تنشيط الحركية التنموية والاقتصادية في الجماعات المحلية. إنها الشروق الإخبارية بعينها المحلية. وصلوا إلى ختام النشرة المحلية الرئيسية، شكرا لكرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.